متابعي بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة نتابع فيها آخر المستجدات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الأسواق، والبداية دائما بالعناوين. شعبة الذهب توقعات بارتفاع الأسعار العالمية في الربع الأخير لهذه الأسباب. رئيس هيئة الاستثمار نشهد طلبا متزايدا على الأراضي من المستثمرين الأجانب والسودانيين. البنك الدولي يبحث مع هيئة الرعاية الصحية أوجه الشراكة في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل. اتحاد الصناعات يطالب بزيادة حافز التصدير 20% وتوفير الأراضي الصناعية بالمجان. انتهت العناوين الرئيسية، وإلى تفاصيل الأخبار ولكن بعد الفاصل. بانكير، نبض البنوك. أهلا بحضراتكم مجددا. قالت شعبة العامة للذهب إن أسعار الذهب تنتظر موجة جديدة من التغيرات خلال الأسبوع الجاري، حيث يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية المحدثة عقب اجتماعه السادس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وأضافت الشعبة في بيان اليوم الثلاثاء أنه من غير المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بناء على استطلاعات لآراء محللين في عدد من الوكالات العالمية. ويرى هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أنه على الرغم من إعلان العديد من البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية، فإن واقع الرسالة العامة بين البنوك المركزية العالمية وأن ارتفاعات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها، وأن السياسة النقدية بدأت تفقد فعالياتها مع تزايد المخاوف من ركود شامل، وهذا أمر سيدفع الذهب للصعود بالأسواق العالمية وعلى الأسواق المحلية بالتبعية. كما أوضح ميلاد أن الذهب سيواجه صعوبة في تجاوز مستوى 1980 دولارا للأوقية قبل اجتماع المركزي الأمريكي المقبل، لأن الأسواق العالمية تستعد للارتداد الفني مع بداية الربع الأخير من العام الحالي. التقى وفد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى بالدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر. تم الاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي. وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة الحالية تشهد طلبا متزايدا من المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، منها طلبات للمستثمرين السودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق. استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفدا رفيع المستوى من برنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي، وذلك بعدد من منشآتها بمحافظة الإسماعيلية. تأتي الزيارة بغرض الاطلاع على المستجدات المتسارعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على آليات تطبيقها على أرض الواقع ومردود ذلك على المواطنين، وهو ما ساهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في مصر. ترأس الزيارة من البنك الدولي فادية سعادة المدير الإقليمي لبرنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي، وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المستقبلية وتعزيز أوجه الشراكة في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار استمرار تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. طلب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الجيزة التجارية بزيادة حافز التصدير في برنامج المساندة التصديرية من 8% إلى 20% ليتوافق مع المتوسط المعمول به في برامج دعم الصادرات في الدول المنافسة. وقال إن تلك الخطوة ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ مزيدا من الاستثمارات في الصناعات التي تستهدف التصدير في المقام الأول، منوها بأن مصر تمتلك فرصا ضخمة في تحقيق طفرة تصديرية في ظل ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية مع أغلب التكتلات الاقتصادية والأسواق الخارجية، والتي تمنح المنتجات المصرية ميزة تفضيلية في اختراق تلك الأسواق دون رسوم جمركية.
وذكر الشاهد أن جذب الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية المعروفة أحد آليات المهمة لتحقيق دفعة في ملف التصدير، حيث أنها تمتلك محطات تسويقية في أغلب دول العالم لديها وكلاء ومنافذ توزيع تسهل من نفاذ المنتجات إلى تلك الأسواق، بما يحقق نموا سريعا في الصادرات المصرية. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرات وتغطيات أخرى. كنت أنا معكم عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.